الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالات والمحدثات ومن النيران. كنا قد وصلنا في الدرس الماضي في تفسير سورة هود إلى قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قلنا أن هذا السياق تفصيل للأوامر والنواهي الإلهية التي هي ثمرة الاعتبار بما كان عليه من سيرة الأمم الأولى مع رسلها. فمن جحدوا أهلكوا، ومن آمنوا اختلفوا وتفرقوا، أو اختلفوا وتفرقوا. فمن جمع بين هذا الأمر والنهي كمل إيمانه، أي بين فاستقم ولا تركب، كما قال الحسن البصري، قال: الدين كله في هذه الكلمتين. يعني قال: فاستقم أمر ولا تركن. نعم، أي لا تطغوا ولا تركنوا، كما قال في اللائين، في اللائين: لا تطغوا ولا تركنوا. نعم. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى يعني أن هذا الاستقامة المطلوبة هي أن يأتمر الإنسان بأوامر الله عز وجل الواردة في كتابه، وكذلك أيضا الواردة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والثبات عليها واتقاء الاختلاف. لأن هذه الآية جاءت، يعني قلنا بعد أن ذكر الله تعالى اختلاف بني إسرائيل في كتابهم، فكانها تنهى المؤمنين على أن الشيء الذي أدى ببني إسرائيل إلى أن يعني يختلفوا ويتفرقوا هو الاختلاف، لأن هذا بغي، والبغي هو نوع من أنواع الطغيان. لأنه قال: ولا تطغوا بعد ذلك. ثم بيّن يعني أن هذا الاستقامة لا تكون فقط في مسائل الشرائع، بل كذلك في مسائل العقائد. وذكر الشيخ يعني فعلا يعني جملة طويلة جدا من كلام العلماء ردا على الإمام البيضاوي وغيره من أئمة الكلام الذين خاضوا في مسائل صفات الله تبارك وتعالى وفي ذاته ونحو ذلك. فذكر أن يعني أن من الاستقامة وعدم الطغيان وهو أن يحترم العقل نفسه بأن يكتفي بما اكتفى به الصحابة رضي الله عنهم لما قرأوا هذه الآيات التي فيها الصفات، مسألة الوجه ومسألة العين ومسألة يعني السمع واليد والرجل، وكذلك أيضا الصفات الفعلية كالإتيان ويعني كالنزول وغير ذلك من هذه المسائل. فكان الأولى أن يعني نكتفي بما يعني اكتفى به الصحابة رضي الله عنهم، فنقول ما دام ذات الله عز وجل
غير يعني معروفة فكذلك أيضا صفاته غير معروفة، فنثبتها لله عز وجل ونبقي يعني علمها وحقيقتها لله تبارك وتعالى. هذا ملخص يعني ما ذكرناه في درس الماضي. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وهي آية عظيمة جدا وقف فيها الشيخ موقفا يعني طويلا جدا، وأتى بمجموعة كبيرة من أقوال يعني المفسرين القدامى، ثم يعني خرج برأي سديد في الأخير، فيقول أي ولا تستندوا إلى الذين ظلموا من قومكم المشركين. لا تركنوا أي لا تستندوا إلى الذين ظلموا من قومكم المشركين ولا غيرهم، فتجعلوهم ركنا لكم تعتمدون عليهم. الشيخ يحب يعطي واحد معنى مهم جدا هنا، يعني وهو معنى يعرفه الناس كلهم، دائما ركن ركن البيت وشيء من ذلك هو يكون أقوى شيء في البيت، أقوى شيء، يعني لا تجعلوهم يعني فعلا هو عمدتكم وأقوى شيء يعني فعلا تعتمدون عليه. قال فتجعلونهم ركنا لكم تعتمدون عليهم فتقرونهم على ظلمهم، تقرونهم على ظلمهم وتوالونهم في سياستكم الحربية أو أعمالكم الملية يعني الدينية، فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. فالركون من ركن البيت أو ركن البناء، وهو الجانب الأقوى منه، ومنه قوله تعالى حكاية على قوم لوط، وأنه رد على قومه: لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد، أي إلى قوة أو جانب قوي، وهو السند. قال السند بمعنى الركن، وقد اشتق منه السند إلى الشيء كركن إليه أي استند إليه. وفسره الفيروز أبادي في قاموسه بالتبع للجوهري، قال بالميل إلى الشيء والسكون إليه، وهذا أنا وجدته في أغلب التفسيرات، يعني هو ميل، هو الميل، لكن الشيخ يؤكد على مسألة الركون هذه، يعني الاستناد الاعتماد على يعني فعلا هؤلاء المشركين، بينما أغلب المفسرين يقول هو الميل أو السكون إليه. قال وهو تفسير بالأعم كعادتهم، وفسره الزمخشري بالميل اليسير، ميل يسير حتى ولو ميل يسير. وتبعه البيضاوي وغيره من المفسرين الذين يعتمدون عليه في تحريره للمعاني اللغوية لدقة فهمه وذوقه وحسن تعبيره. فعلا الزمخشري مشهور في هذا الباب، يعني فهو إمام من أئمة البلاغة، في رغم أنه معتزلي على مذهب الاعتزال. قال وإنه لكذلك، الشيخ رشيد رضا يثبت له هذا المعنى، يعني أنه فعلا يعني فهمه قوي وذوقه حسن وتعبيره أيضا أحسن. قال وإنه لكذلك وقلما يخطئ في اللغة، قلما يخطئ في اللغة، نادر يعني ما يخطئ، إلا متحرفا إلى شيوخ مذهبه. لما يميل إلى يعني ما يقول أئمة الاعتزال في بعض المسائل، أو متحيز إلى فئة من رواة المأثور، مأثور يعني من رواة السنة من الصحابة والتابعين، أو نقلت اللغة. ورد عليه في هذا يعني المعنى كثير. قال والمعاني الأربعة التي وردت في كلمة ولا تركنوا من الركون، قال من المعاني الأربعة أي الميل والسكون والإطمئنان والاعتماد، هذه أربعة كلمات في كلمة ولا تركنوا. شوفوا العلماء يعني كيف يحب يوصلوا إلى المعنى الحقيقي العميق في يعني الآيات، مش مجرد غير فقط قال جيب أي كلمة وعقب، لا بل يدققون جيدا. قال والمعاني الأربعة أي الميل والسكون والإطمئنان والاعتماد من لوازم الركون،
كلها لازمة للركن. يعني كي تقول ركن تدخل فيها المعاني كل. ولا تحيط بحقيقته وأقواها آخرها. وأقواها آخرها، وشيء آخرها الاعتماد. الاعتماد نعم، هو الاعتماد هكذا بيقول. ثم قال بعد ذلك ردا على يعني الإمام الزمخشري، قال: فسر الزمخشري الذين ظلموا بقوله أي إلى الذين وجدوا منهم أو وجد منهم الظلم، من الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل إلى الذي إلى الظالمين، ولا تركنوا إلى الظالمين، شفت المعنى؟ ولكن قال أي لا تركنوا إلى الذين وجد منهم الظلم. فرق كبير ما بين وجد منهم الظلم ولم يقل إلى الظالمين. قال: وحكي أن الموفق أحد يعني خلفاء بني العباس صلى خلف الإمام فقرأ بهذه الآية، قرأ الإمام بهذه الآية فغشي عليه، غشي عليه. فلما أفاق قيل له فقال: هذا في من ركن إلى الظلم. يبتدي يخاف من الآية، يعني لو ما خافش من الآية ما يغشى، لم يغشى عليه. فكيف بالظالم؟ هذا يعني ممن ركن إلى الذين ظلموا، فكيف بالظالم نفسه؟ ومعنى هذا أن الوعيد في الآية يشمل من مال ميلا يسيرا، حتى ولو مال ميلا يسير إلى الظلمة. لا إله إلا الله، يا حسرة اليوم اليوم رحم الله عز وجل. كيف بالظالم نفسه؟ واليوم ظلم في كل شيء، ظلموا يعني المعبود وظلموا يعني العابدين، ظلموا الله وظلموا عباده، في كل شيء، العياذ بالله، كل شيء كل شيء. قال: لأن الوعيد في الآية يشمل من مال ميلا يسيرا إلى من وقع منه الظلم قليل، من وقع منه الظلم قليل، أي ظلم كان، أي ظلم كان. لا إله إلا الله. قال: وهذا غلط، هذا مش صحيح، وإنما المراد بالذين ظلموا في الآية فريق الظالمين من أعداء المؤمنين الذين يؤذونهم ويفتنونهم عن دينهم من المشركين، فهم كالذين كفروا في الآيات الكثيرة التي يراد بها فريق الكافرين. هنا يعني حب مال إلى تفسير عبد الله بن عباس الذي يقول أن الظلم، كل ظلم في القرآن الكريم فهو شرك، كل ظلم في القرآن الكريم فهو شرك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أي إلى المشركين. قال: ويدخل هذا الكافرين طبعا، الذين فكالذين كفروا بالآيات الكثيرة التي يراد بها فريق من الكافرين. لا كل فرد من الناس وقع منه كفر في الماضي، والكفر المقصود بهنا الظلم يعني. قال: وحسبك من ذلك قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: والمخاطبون بالنهي هم المخاطبون بالآية السابقة بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد عبر عن هؤلاء الأعداء المشركين بالذين ظلموا، كما عبر عن أقوام الرسل الأولين في قصصهم بأنهم ظلم. وشوف يعني فعلا الإنسان لما يتبع المعاني ما يبقاش فقط إلا في مجال اللغة، لا يتبع المعاني وسياقات الآيات ويربط بعضها ببعض. فالله عز وجل كم من مرة يذكر هؤلاء الأقوام الذين مرت بنا قصصهم، من قوم نوح، قوم يعني إبراهيم، وقوم يعني موسى، وقوم يعني صالح وثمود وغيرهم وغيرهم وعاد.
دائما الله عز وجل يذكر أنهم ظالمين، كقول الله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وقول الله تعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين، المشركين ظالمين مشركين هكذا، لأنه كما ورد في القرآن الكريم أن يعني الشرك ظلم، إن الشرك ظلم عظيم، إن الشرك ظلم عظيم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم أي بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالظلم دائما هو الشرك. ولذلك في هذه الآية قول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أي إلى أعدائكم المشركين، فلا فرق في هذه الآيات بين التعبير بالوصف والتعبير ب يعني الذين وصلتهم يعني الآيات السابقة، فإنهما في كلام واحد أقوام بمعنى واحد، يعني من كل ما ذكر الله تعالى تلك الأقوام إلا وذكر أنهم ظالمين هكذا. وهذا معنى مهم جدا يعني فعلا نبه إليه الشيخ من خلال النظر إلى سياقات يعني الآيات السابقة كما قال. كاين اللي ذكر هذا من العلماء، نعم ذكر يعني كل ظلم، وسوف نقف يعني في الحقيقة في الأخير إلى هذا المعنى، لأنه فعلا متداخل مع بعضه البعض، كما مر بنا كثيرا ما تكلمنا عن هذه المسألة في مسائل التوحيد ومسائل الإيمان، سنتكلم عنها إن شاء الله في النهاية. ثم قال فقول الله تعالى فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، معناه فتصيبكم النار التي هي جزاء الظالمين بسبب ركونكم إليهم بولايتهم والاعتزاز بهم والاعتماد عليهم في شؤونكم الملية أي الدينية، لأن الركون إلى الظلم وأهله ظلم، كي تركن إلى الظالمين أصبحت واحد منهم ظالم. والله عز وجل قال ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، واضح الآية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الظلم هنا بالشرك والذين ظلموا بالمشركين، إذ الصورة مكية ولم يكن في مكة وما حولها غير المشركين في ذاك الوقت، يعني لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم، الذين ظلموا أنفسهم وظلموا المؤمنين. ومعنى الآية عام في موضوعها، فولاية أهل الكتاب على المؤمنين كولاية المشركين فعلا. فإذا كان الله عز وجل نهانا عن تولي أهل الكتاب لا نتولاهم، لا نحبهم، لا نقدرهم، لا نعظمهم، لا يعني نميل إليهم، لا نتحاكم إليهم، فكذلك أيضا المشركين. نعم يا أيها الذين آمنوا مش قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم فتولي المشركين كتولي أهل الكتاب والعكس صحيح، لا خلاف في هذا وهو المنصوص، ولكن قال بعض المفسرين أن الآية عامة، هاوجك الطلب للمعنى، الآية عامة في كل نوع من أنواع الظلم، فيشمل ظلم المسلمين لأنفسهم في أحكامهم وأعمالهم، وسيأتي بيانه بعد تمام تفسيرها الذي نفهمه من مدلول ألفاظها وسياقها وحال المخاطبين بها مع الظالمين لهم في عصرهم، ويدل على ما حققناه قول الله تعالى وما لكم من دون الله من أولياء، أي تمام الآية هذه فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء،
أي وما لكم في هذه الحال التي تركنون إليهم فيها غير الله عز وجل من أنصار يتولونكم. كان يعني فعل من ينصركم غير الله عز وجل. ثم لا تنصرون أي بسبب من الأسباب ولا بنصر الله تعالى، فإن الذين يركنون إلى الظالمين يكونون منهم، وهو لا ينصر الظالمين سبحانه وتعالى، كما قال وما للظالمين من أنصار، بل تكون غايتكم الحرمان مما وعد الله رسله ومن ينصر من المؤمنين من نصره الخاص. وسبحان الله العظيم، هذه الآية قانون رباني. ما دام لاحظوا المسلمين اليوم وقبل اليوم دخلوا في زمرة الظالمين وأطاعوا الظالمين وتابعوا الظالمين ويعني فعلا تمالؤوا مع الظالمين وتحاكموا إلى قوانين الظالمين وأرادوا أن يسيروا سيرة الظالمين، فيحرمهم الله عز وجل من نصره. نعم، لأن الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، فنحن لم ننصر الله عز وجل، بل بالعكس يعني فعلنا ملنا وركننا إلى الظالمين، فبالضرورة يحرمنا الله عز وجل من نصره. وما للظالمين من أنصار. وما زلنا فعلا على هذا الحال في شؤوننا العامة، طبعا في شؤوننا العامة، بل الغريب جدا يعني حتى في زمن الاحتلال، حتى في زمن الاحتلال كثير من المسلمين ركنوا إلى الظالمين وملؤوهم وكانوا القياد وسموهم وغيرهم وغيرهم، يعني معنى أعطتهم السلطة الفرنسية يعني فعلنا الحكم والولاية على يعني من هم دونهم، فيعني ملؤوهم وركنوا إليهم، ويعني كما سيذكر شيخنا فعلا أنهم حالفوهم وقدروهم وعظموهم ومدحوهم وإلى ذلك. فهذا ركون، ركون للظلم وعياذ بالله تعالى، فهم من الظلمة. وشو كيفاش الله عز وجل ذلك التحذير الخطير، قال فتمسكم النار، عن بالهم رام يعني كما يقولوا داو الحظوة وداو المكانة وداو التقدير وداو الشرف، وكل عام تعلق لهم فرنسا في صدورهم النياشين ولا ولا والقرادات وكذا، عم بالهم بلي حصراه يعني راهم في مقام كبير، هم يعني يدزوا فيه من النار، يدزوا فيه من الزان، يضحكوا قليلا فتمسكهم النار. المشكل الظروف كاين اللي يقول لك فرنسا يذكرها بالخير. ايه فعلا كاين، ايه كاين يذكر الكلام هذا والعياذ بالله. قال فالتعبير بثم للدلالة على الغاية، ثم لا تنصرون يعني، قال للدلالة على الغاية والعاقبة المقدرة لهم إن ركنوا إلى أعدائه وأعدائهم الظالمين. ثم لا تنصرون، يعني إذا وصلتم إلى هذا الحال من يعني من الركون إلى الظلمة فأصبحتم مثلهم، وبالتالي يحق عليكم هذه السنة أنكم لا تنصرون. قال الزمخشري ومن تبعه أنها دالة على استبعاد نصرهم في هذه الحالة، لأن حكمة الله اقتضت عقابهم بالنار، وما قلته أقرب ولله الحمد والمنة كما قال الشيخ. وهذا معنى الآية، ما ورد في الآية الكثيرة من النهي عن ولاية الكفار واتخاذهم وليجا من دون المؤمنين ورسوله، وعن اتخاذ المؤمنين بطانة من دونهم، وقد اتخذ المشركون وسائل كثيرة لاستمالة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف يعني حتى المشركين في زمانهم حبوا يجبدوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يركن إليهم. لا إله إلا الله. قال وقد اتخذ المشركون وسائل كثيرة لاستمالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الركون إليهم، فعصمه الله من ذلك بعد أن كان يرجح أو يرجح له شهاده، يرجح له شهاده أن في بعض ذلك مصلحة واستمال له للإيمان. الله، هذه مسألة يعني عظيمة جدا صح، هذه يعني فعلا لا
ينفع فيها لا تدبير ولا عقلنا ولا نظر سديد ولا عقول جبارة، ينفع فيها إلا تقوى الله عز وجل وتوفيقه. فهنا يعني جيك لحظات تقول معليش فيه مصلحة وفيه كذا ودفع مفسدة كبيرة، بينما الأمر كله توفيق من الله عز وجل. وربما أعظم مثال بذلك صلح الحديبية. صلح الحديبية فعلا توفيق من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه قبل ذلك الصلح مع المشركين. وإلا فعمر وغيره صحابة يعني كيف نعطي الدنية في ديننا؟ كيف؟ ألسنا المؤمنين؟ أليسوا المشركين؟ هذا يقول لك سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فهمش خلاص، فهمش. فمثل هذه المواقف يعني فعلا تجعل الإنسان يعني يقع في حالة يعني فعلا خطيرة جدا من الارتباك وعدم تقدير الأمور. فالأمر مرجعه إلى توفيق الله تبارك وتعالى. فلاحظ حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال كاد يرجح له شهاده أن في بعض ذلك مصلحة واستمال لهم إلى الإيمان، وذلك في قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أي لولا أن ثبتناك بالعصمة، عصمة فعلا، لقاربت أن تركن إليهم شيئا قليلا من الركون، كأن تصدقهم بأنهم أهل يعني من عشيرة، لأن من يعتمد عليه لأن يعتمد عليه بعض الاعتماد. إذا أقبلت عليهم وأعرضت عن فقراء المؤمنين لاستمالتهم كما فعلت مع الأعمى، عبس وتولى جاءوا الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ولكن ثبتناك أو ثبتنا إياك، أو ولكن تثبيتنا إياك عصمك من مقاربة أقل الركون إليهم فضلا عن مقارفة هذا الأقل. في الآية الأولى نص في أنه صلى الله عليه وسلم ما ركن أقل الركون ولا قارب أن يركن. والآية الثانية نص في أنه لو فعل ذلك فرضا احتمال لعاقبه الله عقابا مضاعفا في الحياة والممات معا. شفت المعنى العظيم هذا؟ وهذه مبالغة في الزجر والوعيد لغير النبي صلى الله عليه وسلم. شفت؟ يعني رغم أن الخطاب بوجه النبي صلى الله عليه وسلم